هنتكلم على الميديكال هيستوري او البيشنت ايفالويشن ميديكالي قبل الامبلانت بليسمنت. طبعا موضوع الميديكال هيستوري ده موضوع كبير، بس احنا هناخد الحاجات اكتر حاجات كومن، اكتر حاجات بنشوفها، اكتر حاجات يعني عليها شويه اسئله. طبعا الامراض كتيره، الادويه كتيره، بس احنا هنقول الحاجات المهمه يعني. طيب انت هيجي لك البيشنت، هتبتدي تساله، هتاخد منه ميديكال هيستوري ودنتال هيستوري. هنعمل الحلقه دي عن ميديكال هيستوري وهنعمل حلقه ثانيه عن دنتال هيستوري. ميديكال هيستوري هتبتدي تاخد منه مثلا بيتعالج من ايه، بياخد ادويه ايه. طبعا انت لو قلت له بتاخد ادويه ايه بس، هتلاقيه بيرسلك ممكن لسته ادويه انت ما تعرفش عنها اي حاجه، ما تعرفش دي بتاعت ايه، او ممكن واحد او اثنين تشبع عليهم والباقي لا. فطبعا لو قال لك المرض او بيتعالج من ايه هتبتدي تستنتج شويه. يعني هتلاقي مثلا يقول لك عندي روماتويد، يبقى هو هيبتدي اكيد بياخد حاجه امينو سبريسيف. لو مثلا كان مثلا الست دي بنشوفها كتير دلوقتي عملت بريست كانسر مثلا، هتلاقيها خد بتاخد لسه مثلا هرمونال تابلتس، وبتاخد ممكن تكون خدت راديشن. لو حد خد على الهدى انك راديشن، يعني في شويه حاجات كده هتعرفها من لما بتعرف المرض. فاول حاجه هنبتدي نتكلم عليها ودي الموست كومن، هتلاقي البيشنت جاي يقول لك انا بتعالج عن هايبرتنسف. طيب ضغطه عالي، ضغطه دي تفرق معانا في حاجه؟ لو هو كنترولد وبياخد الادويه في ميعادها والدواء ده مش جديد، يعني مش مبتدي مثلا من اسبوع من اسبوعين، مفيش اي مشكله خالص، تبتدي تشتغل عادي مفيش مشكله طالما كنترول. لقيت الموضوع بقى فيه ان هو مثلا مغير الدواء، بدوخ لما بيشتكي شكوى انت مش عارفها، يا تعمل ريفيرال على طول للسبيشالست اللي هو بيتابع معاه. انا هعمل يروح للسبيشالست يساله انا هعمل 1 2 3، انا هزرع درس، انا هاخد بينج، انا والسبيشالست هيقول لو في حاجه مختلفه يعني. تمام. الحاجه الثانيه الموست كومن اللي هتشوفها، هتلاقي الدايابيتس، دايابيتك بيشنت، ده طبعا فيري كومن. هيجي يسالك يا دكتور هو ينفع ازرع وانا عندي سكر؟ ينفع، مفيش مشكله خالص. الدايابيتس احنا بنحكم على البون بتاع البيشنت من حاجتين، اول حاجه السي تي، بنشوف الكواليتي اوف ذا بون، واحنا كده كده هنبعته يصور سي تي طبعا. الحاجه الثانيه ان هو بنشوف حاجه اسمها سكر التراكمي او جلايكوسايليتد هيموجلوبين، ده اللي بنقيس عليه السكر خلال مثلا 5 أو 6 شهور اللي فاتوا. طيب ده رينجو ايه؟ ده رينجو لو عندك من 1 لغايه 8 تشتغل مفيش مشكله خالص. طبعا هيجي يقول لك مثلا برضو انا اللي هو بقى الديلي بقيسه، انا في اليوم بيبقى 400 500 180 لغايه 200 250 اتس اوكي. اكتر من كده لا كتير، ولازم هتطلب له التراكمي. تمام. وكده كده اطلب التراكمي، يعني ما تحاولش تستعمل طالما دايابيتك تطلب له التراكمي. طيب الحاله اللي بعد كده لو عيان بيجي لك بياخد انتي كواجلانتس، يا دكتور انا باخد ادويه سيوله. طيب بياخد اسبرين او اسبوسيد اللي هو كل يوم قرص او كده، دي ما فيهاش اي مشكله خالص تشتغل، وما فيش اي مشكله خالص. بياخد حاجه تانية بقى، بياخد بلافكس، بياخد دواء انت ما تعرفش اسمه. ده يا اما بيرجع للسبيشالست تعمله ريفير للسبيشالست يسال، او سبيشالست تساله، او تبعته انت تطلب التحاليل. بتطلب ايه؟ بتطلب الحاجات الكلوتينج فاكتورز، بليدنج تايم، وتحليل الاي ان ار. الاي ان ار لغايه 2، وفي كتب بتقول لغايه 3، بس انا يعني لغايه 2. لو الاي ان ار لغايه 2 اتس اوكي، تقدر تشتغل مفيش مشكله. احنا بنتكلم طبعا في الحلقه عشان الجي بيز، يعني ممكن طبعا لو حد ادفانس يشتغل على حاله اكتر من كده وهيقدر يكنترول البليدنج، بس احنا بنتكلم لو حاله لو الجي بي يعني لسه بيبتدي، بلاش تبتدي بحاله تبقى صعبه. طيب يبقى احنا قلنا الهايبرتنسيف، قلنا الدايابيتك او الدايابيتس، قلنا لو بيشنت على انتي كوابلنتس. لو بيشنت انتي كوابلنتس وعامل اي حاجه، عامل مثلا جه قال لك انا عامل باي باس، انا عامل لسه كان عندي ازمه انفاركشن، خدت المستشفى عملت دعامه او اتنين، لو الموضوع ده بقاله اقل من 6 شهور ما تشتغلوش. يعني غالبا بيبقى على هيبقى اون ميديكيشنز هتبقى قويه جدا عشان يزودوا السيوله. استنى شويه، استنى بعد 6 شهور وبعدين تعمل له الاي ان ار والبليدنج ليدنج تايم والكلوتنج فاكتورز عشان تتاكد ان هو هيحصل له هيموستيزز ومش هيحصل بليدنج. طيب الحاجه اللي بعد كده هيجي لك ممكن عيان بنشوفها برضو واخد راديشن على الهدى النك.
واخد الريشه، ده كان عنده بقى ايا كان بقى الكانسر اللي عنده او ايا كان المشكله، ده يفضل ان انت ما تشتغلوش. الحاجات دي بنشوفها كتير اليومين دول يعني مش قليله. يفضل انك ما تشتغلوش، ان غالبا البون هيبقى فيه، هيبقى الباد سبلاي فيه قليل وهيبقى فيه مشكله. عيان تاني بيجي لك ان هو بياخد كيمو لايا كان السبب، الكيمو ساعات بيبقى فيه بيسفوسفونيتس. بيسفوسفونيتس دي بيستخدموها في الاوستيوبروزز، بيستخدموها لو في المالتيبل مايلوما فده بيبقى زي الكيمو، بيستخدموها يعني في الباجيت ديزيز، في حاجات كتير قوي. فالبيسفوسفونيتس لو هو بياخد بيسفوسفونيتس فايل يعني بياخدها بقى في الوريد، بياخدها في الكيمو بتتحط له مع الكيمو ايا كان، ممكن العيان ما يبقاش عارف، فانت لازم تسال او يرجع للدكتور بتاعه. الموضوع ده بيأثر جامد جدا وما ينفع يبقى كونترا انديكيتد ان انت تحط له اي امبلانت. لو بياخد البيسفوسفونيتس دي راس ساعتها ما فيهاش مشكله، ممكن تشتغل له عادي. يبقى انت لازم تفرق، لو هو بياخد بيسفوسفونيتس فايل يبقى لازم ما ينفعش تشتغل له خالص، كونترا انديكيتد. لو بياخدها راس ما فيش مشكله. الحاجة بعد كده الكومن برضو السموكينج، هيجي عيان يقول لك يا دكتور انا بدخن، ينفع اعزم انا بدخن؟ ينفع، بس برضو بتعتمد على الدوز، بياخد بيدخن قد ايه. يعني لو بيدخن مثلا قال لك 3 4 علب في اليوم، لا ده كونترا انديكيتد وما تحاولش تبتدي. لو بيدخن علبه 10 سجاير في اليوم مفيش ايه مشكله، ولازم هتنصحه انه يحاول يبطل التدخين، يعني دي فرصه ان انت تنصحه. الحاجه اللي بعد كده ان انت لازم تقول له ان احنا بعد الشغل هيحتاج يوقف التدخين على الاقل اسبوعين لثلاث اسابيع. طبعا هو مش هيسمع كلامك، فهتقول له طبعا على الاقل يومين او ثلاثه غالبا يعني، بس طبعا الصح انه يستنى اسبوعين او ثلاثه، بس هو لازم يبطل شويه بعد بعد يوم السيرجري. طيب انت دلوقتي السموكينج بيأثر في ايه؟ السموكينج بيأثر على حاجات، بيقلل الريزيستنس او الاميونيتي ريزيستنس للانفكشن وللانفلاميشن، وبيقلل البون كواليتي والبون سترينث عشان هو بيأثر برضو على الكالسيوم. طيب ايه كمان بتشوفوا الامراض الكومن؟ يعني دول بتجي لك برضو لو حد عنده روماتويد مثلا يبقى بياخد اميونو سبريسيف، هتلاقي المناعة عنده ضعيفة، يبقى برضو ده كونترا انديكيتد، ما تحاولش تزرع له غير لما ترجع برضو او تعمل ريفيرال. بس انا يعني في رأيي اي واحد بيبتدي بلاش يبتدي بحاجات صعبة، ياخد بيشنت يكون سنه مناسب، يعني ما يبقاش سنه كبير قوي، يبقى 45 مثلا، يكون صحته كويسة، يعني عنده لو عنده حاجه تبقى يعني لو هايبرتنسيف بس ما فيش مشكله، ما بقاش عنده هايبرتنسيف بياخد انتي كواجلانس ودايابيتك، يعني الموضوع ده بيبقى صعب شويه. فده مبدئيا كده يعني الميديكال هيستوري اللي هو الحاجات اللي تهمنا او الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير قوي. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو ليه حد ليه اي اسئله يقول لي. احنا قلنا الموضوع باختصار عشان ما نصعبش الدنيا، طبعا امراض كتيره، اي مرض انت مش عارفه مفيش مشكله ان انت تساله ده ايه. يعني جات لي حاله من حوالي اسبوعين، ده مرض مناعي جديد لسه مكتشفينه في انجلترا، مش كنت اول مره اسمع عنه، فحتى كتبته يعني بس حتى مش فاكره دلوقتي، وطلع فعلا نازل على NHS ان هو لسه مكتشفينه وكده. فالموضوع وممكن طبعا الادويه طبيعي، مش يعني مش طبيعي ان الدكتور بيعرف كل الادويه، فانت هتقول له مثلا الدواء ده بتاخده عشان ايه، وممكن تدخل تشوفه يعني مفيش مشكله، اديني الدواء تدخل تشوفه حتى على جوجل مفيش مشكله، اكتب الدواء هتلاقي كاتب لك الدواء بتاع ايه، الماده الفعاله فيه ايه، وهكذا. اتمنى تكونوا استفدتوا ونشوفكم على خير. شكرا.